يأتي سكادا في المركز الثالث، بينما المركز الرابع داغر، والمركز السادس يأتي أيضا إكويفالنت. إذا دوني روفر هو اللي يتصدر السباق بفارق طول عن روج ويف اللي يحتل المركز الثاني، وبمارق نصف طول يأتي أيضا داغر في المركز الثالث، وبمحاداة السياج في المركز الرابع يأتي سكادا، والمركز الخامس يأتي أيضا أندي رود، وثم ذلك إكويفالنت. هنا الدخول في المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، ولا زال دوني روفر هو اللي يتصدر السباق، بينما روج ويف الآن بدأ في الانطلاق، وأيضا هنالك محاولات من قبل داغر. إذا هنا روج ويف هو اللي يتصدر السباق، والمركز الثاني يأتي داغر. إذا روج ويف وداغر وبليجر بنت أيضا قادم بقوة من الخارج. إذا سكادا أيضا قادم بقوة. إذا هنا داغر وأيضا سكادا. إذا داغر وسكادا وبليجر بنت أيضا قادم بقوة. إذا هنا داغر هو اللي يقترب الآن من انتزاع الشوط الخامس. إذا داغر في المركز الأول، سكادا في المركز الثاني، وبليجر بنت في المركز الثالث. أما المركز الرابع